مرحبا مشاهدينا الأكارم، إلى من يهمه الأمر. فرحة عراقية عارمة صارت اليوم، وتصير كل مرة يفوز بها المنتخب العراقي البطل ويحقق منجز كروي يسعد الناس ويخليهم يشعرون بسعادة كبيرة، سعادة غامرة. لكن مع كل فوز، مع كل فرحة، لازم تطلع شغلات جانبية منا تعكر حلاوة النصر، تعكر حلاوة الفوز، وأبرزها أكيد سالفة العيارات النارية والطلقات اللي تترس الجو بزعم الاحتفال والتعبير عن الاحتفال. هسه ما أعرف أنا شنو علاقة التعبير عن الاحتفال باستخدام المسدس وطلق الرشاشات وإلى آخره. هذا الشيء يدفع الأجهزة الأمنية المختصة في أكثر من مناسبة للتنبيه من خطورة هاي الظاهرة اللي للأسف وكأنما صارت سياق عام ثابت ومعتاد جدا عندنا بالعراق، أنه لازم تطلق عيارات نارية بعد ما تفرح بأي شيء. رسالتنا إلى المواطنين الأحبة، احتفلوا يا أخوان، افرحوا، لأن الشعب فعلا يحتاج إلى فرحة بكل أوزانها، فرحة بسيطة، فرحة متوسطة، فرحة كبيرة، بس احتفل بطريقة حضارية. ترى احنا ب 2024، الله يخليكم، احتفل بطريقة مهذبة ومحترمة. كذلك رسالتنا إلى الأجهزة الأخرى، أي إلى من يهمه الأمر، اضربوا بيد من حديد لمنع هذا الانفلات في بلد صار بي للأسف السلاح صار أكثر سلعة رائجة يتم تداولها بالأيدي. ابقوا معنا. جديد حياكم الله مشاهدينا الأكارم، خلونا ندخل وياكم إلى موضوع حلقتنا السياسي لهذا اليوم. صار لنا 20 سنة متواصلة نفتقد لصيغة منطقية وتعبير حقيقي للمفاهيم السياسية، سواء على مستوى السلطة أو المعارضة أو حتى المقاطعة اللي عرفناها مؤخرا. فإذا نسوي يعني نجري جردة حساب بسيطة، راح نشوف قوى بالسلطة تصرفاتها غالبا تكون محرجة للحكومة أصلا اللي هي المفروض من بثقة منها. وإذا نحكي على المعارضة، فراح ندخل بدوامة بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج ومعارضة الماضي اللي أغلبهم اليوم بأحزاب السلطة، وبين معارضة عندها منهج وأخرى تدعي المقاطعة أو المعارضة، وأخرى رأس مالها العداء للسلطة لتسويق نفسها. ووسط كل هذا العراق شهد سلوك سياسي ما معتاد عليه سابقا، وهو المقاطعة اللي أيضا مو واضحة المعامل. فمن جانب عندنا طيف سياسي مهم، طيف سياسي كبير مقاطع للعملية السياسية، لكن جمهوره ومحللي متخذين مبدأ المعارضة خلينا نقول، وبين الأولى والثانية تفاصيل كثيرة نناقشها بحلقة هذا اليوم من برنامج لعبة الكراسي مع ضيوفي لهذه الحلقة الدكتور إحسان الشمري محلل بالشأن السياسي. دكتور الشمري ضيف عزيز، مرحبا بك. وأيضا السيد عصام حسين محلل سياسي، أيضا مرحبا بك. أيضا شمري. أيضا شمري. شرفتونا بني شمر، حياكم الله. ونرحب أيضا بسيد قاسم العبودي محلل سياسي. سيد العبودي حياك الله، بس لا هم شمر او لا عبود، شنو شمر؟ مرحبا بك، احسنتم. نتشرف ضيوف اعزاء. اتوجه للسيد الشمري مره ثانيه، حياك الله دكتور، ضيف عزيز شرفتنا. رغم تعدد الازمات واشكالها وتفاصيلها، لكن اكو تشخيص يقول المشكله عندنا راسا تتحول للاسف الى ازمه مفاهيم سياسيه ومفردات. هسه هاي هم بيني وبينك مرات حتى مختص بالتحليل السياسي ويعمل بالمجال السياسي يترجم ويفسر المفهوم السياسي ترجمة وتفسير خاطئ وبعيد عن 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 واقع المفردة أو المفهوم السياسي. اليوم اللي نشوفه لأغلب الجهات السياسية، لأغلب القوى السياسية، هذا يسمى بالمفهوم السياسي معارضة، يسمى مقاطعة، يسمى استفزاز، يسمى ضغط. أما هذا تفضل سيد الشمري.
شكرا على الاستضافة، تحياتي لك الله. أستاذ سيف وللأستاذ عصام حسين ولضيفك الأستاذ العبودي والمشاهدين قناتكم الكرام. حياك الله. أستثمر الفرصة لمباركة للشعب العراقي على فوز منتخبنا الوطني على المنتخب الياباني، ونتمنى الحصول على الكأس إن شاء الله. هذا شيء مفرح يعني، عكس بديهي. السياسة يعني بديهي، والمعارضة جدل المعارضة السياسية. أنا أتصور أن المعنى الأدق هو مقاطعة العملية السياسية، هذه المقاطعة يعني. بس هو الفوز، خلينا قاطعك، هم الفوز، فوز كرة القدم اليوم هم دخل بالسياسة. السفير الياباني يقول أثبت الفريق العراقي على أنه عراقي. ليش عندنا فرق مو عراقيه مثلا؟ يعني يجوز هاي وعراقي اصلي، هجوها خطين. يعني دليل على انه المنتخب يعني اكثر اصرار واراده، لان العراقي دائما عنده عزم واراده في قضيه تحقيق اهدافه بالتحديد. المقاطعه عن العمليه السياسيه انا اعتقد هي المعنى الادق اذا ما نظرنا الى طبيعه ما جرى في الانتخابات المحلية وما قبل ذلك في انتخابات العام 2021. رغم أن المعارضة بدأت تتشكل، لكن علينا أن نميز يعني ما بين معارضة ما قبل عام 2003 والمعارضة ما بعد عام 2003. هذا فاصل كبير في مفهوم المعارضة. يعني أتحدث عن النخبة. النخبة يعني تعارض يعني عملية عدم تطبيق الديمقراطية، وأيضا تعارض الانحراف بالعملية السياسية، وكذلك تعارض أداء الطبقة السياسية برمتها يعني على مستوى الأداء، يعني بالنسبة للحكومات السابقة، الدورات البرلمانية. وهذه المعارضة تجسدت يعني في الآونة الأخيرة من خلال مقاطعة الآليات الديمقراطية حينما نتحدث عن الانتخابات، خصوصا وأن الشعب العراقي وصل إلى قناعة من أن النظام أو ما تدفع به الأحزاب التقليدية من أن هناك ديمقراطية لم تعد يعني تحظى بمقبولية ومصداقية لدى الشعب العراقي، وبات مقتنع الشعب العراقي من أن النظام الحالي هو نظام التعددية المقيدة، يعني الأحزاب نظام حزبي متعدد لكن مقيد وفق رؤية أطراف محددة هي من تتيح يعني مساحة الرأي الآخر، تتيح حتى المشاركة السياسية. على ذكر الرأي والرأي الآخر دكتور الشمري، وأنت رجل مختص بالشأن السياسي، يعني كلش طبيعي اليوم نشوف واحد مؤيد للنظام وداعم جدا لحكومة معينة، ما أقصد حكومة ما، فجأة يكون من أقصى المعارضين، فجأة يتحول إلى أقصى يعني المختلفين مع النظام ومع حكومة معينة. السؤال هنا دكتور الشمري، يعني بهاي الحالة المعارضة عندنا نقدر نسميها معارضة نفعية؟ لو كيف تفسر مثل هيك معارضة؟ لا، هو أستاذ سيف، أنا من وجهة نظري المعارضة الداخلية في العراق هي لا تعارض الدولة ولا تعارض النظام السياسي. طيب، تعارض يعني عملية خطف الديمقراطية ومحاولة الانحراف بمؤسسات الدولة. ولذلك تجد يعني في كثير من الأحيان في مفاصل معينة أن هناك أطراف تحاول قدر المستطاع أن تطوع هذا النظام السياسي، أو بالتالي تحتكر مؤسسات الدولة وتنظر للديمقراطية عكس الآخرين. ولذلك تجده ينتقل في مساحة معينة. أنت خلي في بالك عندنا الحكومات تدرجت، العملية السياسية التي أنتجت حكومات تدرجت في عملية التعاطي مع الرأي والرأي الآخر يعني. طيب، وأيضا في قضية يعني فيما سبق كان الحديث خجول جدا عن قضية المحاصصة، كان يتحدثون عن حكومة ائتلاف وطني، يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية، لكن الآن تشوف الحديث عن المحاصصة في أعلى يعني بدون خجل، ما وصل يعني الأمر إلى وجود محددات. فلذلك النخبة يعني بدأت تتطرف كلما تطرفت
القوى الممسكة بالدولة، يعني الممسكة بخطأ على الدولة وليس بذلك الإمساك الصحيح يعني لحماية الديمقراطية والنظام. أنا أتصور أن هذا التطرف في الآراء في هو نتيجة التطرف في الأخطاء يعني من قبل الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة. لا يمكن أن نقول بأن هناك معارضة نفعية في ذات الوقت، هي موجودة لكن قليلة. يعني أنا أشير لك إلى بعض القضايا، أحزاب سياسية هي تقليدية عارضت بعض الحكومات. ليش؟ لأنه ما حصلت وزارات، ما حصلت درجات خاصة، ولذلك عارضت. بس سرعان ما تم إسقاط حكومة، تغيير حكومة، تحولت. جايد غازي الصدريين؟ لا، الصدريين ما محتاجين أغازلهم أبدا. يعني الصدريين من أشجع الأحزاب السياسية اللي موجودة. يعني حينما تتخلى عن فوز كبير جدا وكاسح، أنا أعتقد هذه قمة الشجاعة وقمة المبادئ. يعني كثير يتحدث ساتره يتحدثون عن أن السياسة لا مبادئ فيها، بس أنا أعتقد تجربة السيد مقتدى الصدر أعطت درس بليغ لبعض القوى التقليدية من أن المبدأ هو يجب أن يعلو. ولذلك الآن تجد يعني بالشارع العراقي أتحدث نخبة شارع، من يعد درس؟ تقول أعطى الدرس بليغ، أعطى لخصومه السياسيين، للجميع يعني ما استثني أحد، لكل من شارك بهذه العملية أعطى درس. يعني أعطى درس بأن المبدأ، الثبات على المبدأ، ثبات على مبدأ المعارضة وعدم المشاركة في المحاصصة، في الفساد، في كثير من القضايا، أعطى للآخرين. أنا أتصور يعني أخجلهم. ولذلك الآن تجد يعني كثير من القوى والأحزاب السياسية لا تستطيع الحديث أمام التيار الصدري في قضية المبادئ السياسية. خلي أنتقل بهذا الملف، ملف راح أكون قاسي فيه بطرح السؤال. خلي أنتقل للسيد عصام حسين ضيف عزيز، شرفتنا أستاذ عصام. أنتقل من حيث انتهى أخونا الدكتور الشمري، يقول جانب الصدري أعطى درس بليغ للقوى والأحزاب السياسية. أنا هنا من موقع أريد أسأل، أكو كرامة سياسية؟ أكو مشاعر سياسية عند الشخصية السياسية الحزبوية؟ أكو خلق سياسي؟ ذني إذا توفرن أنا راح أحس بالدرس ككائن، كعنصر بشري. تفضل سيد عصام حسين. أولا أرحب بك أستاذ حسام، أستاذ العبودي، وأهن أكيد الشعب العراقي، سود الرافدين بمناسبة فوز على اليابان باستحقاق. وكذلك اليوم أثبتت أن الحكومة ممكن أن تتفوق على المعارضة من خلال أيمن حسين، الرجل الذي لديه معارضة كبيرة بالشارع العراقي. اليوم أثبت بأنه على قدر المسؤولية، أنه هو مهاجم فذ واستطاع أن يسجل هدفين في مباراة صعبة جدا. فهنا نقول أنه أيمن حسين تفوق على المعارضة الجمهور العراقي سابقا، عندما كان يرون أنه الأستاذ أو اللاعب أيمن حسين ليس بالمستوى المطلوب، فنقدم له شكرنا له حقيقة، ونتمنى أن يكون هداف البطولة. السوداني هم راح يكون هيك سياسياً؟ يعني السوداني هي المعارضة، مو من أجل المعارضة، أن السوداني مرشح مجموعة من الأحزاب التي تذهب إلى المحاصصة، أنه من الممكن أن نقف ضده لهذا السبب مثلا. عملية الإنجازات هي بالنهاية تحتاج إلى تدقيق أكثر من خلال الوضع الاقتصادي، من خلال قيمة هذه المشاريع، قدرتها، أضف إلى ذلك أنه متابعة يكون هناك ربما عمليات فساد وإلى آخره. فعملية العنوان العام حول نجاح محمد الشاع السوداني يعني ما يقنعني. كمعارض دائما أكون غير راضي نتيجة خبرة 20 سنة مع هذه الكتلة السياسية. بس أضيف لك آراء أخرى إلى رأيك المحترم. يعني هذا ما يعني هسه أنا أفسر التطرف، بالتالي السيد دولة الرئيس، رئيس الوزراء، هو رئيس حكومة، يعني وليكن جاء من إطار تنسيقي شيعي. إذا نحكي بالعمق مثلا، فقط ملف الدولار خلال هاي السنة كبد البلد 22 تريليون، هذا مبلغ أو 24 تريليون، هذا مبلغ كان ممكن أن يوظف، كان من الممكن أن يحسن من الاقتصاد العراقي، كان ممكن أن يذهب إلى المصانع، إلى المزارع. أضف إلى ذلك مثلا مزرعة بادية السماوة
خلي يطلع محمد الشياع ويفهم الناس انه هاي تعتبر سلة العراق الغذائية. هذا كلهن هو يتحملهن؟ طبعا يتحمل. ترجع الكاظمي يعني ترجع ما قبل الكاظمي والى اخره. احنا نتكلم عن نجاح. زين. ما نتكلم عن انسان انه يتحمل او ما يتحمل، هم قدموا انه ناجح جدا. اسمع عند عصا موسى صدق مو بموقف المدافع بس اسمح لي، هاي عصا موسى استخدمت سابقا يعني نبي موسى استثمرها افضل استثمار. حاليا انه هاي تبتعد العصا ونتكلم وفق ما يتكلمون به هم يعني عن طريق النجاح محمد الشياع السوداني، وهي تعتبر ايضا حماقه سياسيه مثلا انه يا هي انه احزاب شوفوا ما بين نارين يعني حتى اوصل الفكره حتى لا يصير علي بين نارين، بين نار المعارضه الشديده او المريره من قبل المدنيين والصدريين وما بين دعم السوداني. بالنهايه هاي الخلطه ستذهب الى الفائده الها الى محمد الشياع السوداني. الان لو تروح للشارع انه رجل ينطي راتب يعمر جسوره إلى آخره، لا تجد ذكر مثلا لتيار الحكمة، لا تجد ذكر إلى العصائب، لا تجد ذكر إلى دولة القانون. إذن معارضة اللي موجودة حاليا ذاهبة بالطريق الصحيح. ليش؟ لأن حركة محمد الشياع السوداني أو إدارته للدولة تستهدف حلفاء قبل لا تستهدف المعارضة، ومحمد الشياع السوداني عمل الحالي حتى يرضي المعارضة ما يرضي حلفاء اللي موجودين اللي بدأوا يشعرون بالخطر. يعني لو تلاحظ حاليا أنه حتى السيد مقتدى الصدر يدفعهم باتجاه ذكي أنه يمدحون محمد الشياع السوداني. طبعا هذا يعني دفع أي؟ لأن محمد الشياع السوداني بالنهاية مميلي شياوي يعني مستقبلا إذا حصل أصوات الإطارة حصل أصوات العصائب، خصوصا أنه الانتخابات الأخيرة راح تشوف أن هناك ضمور لشعبية هؤلاء. فبالنا إذا دخل محمد الشياع السوداني منفردا، إذا دخل ويا الجماعة ما أعتقد أنه يحصل اللي يريده، إذا دخل منفردا ممكن أن يحصل يعني يترك لبقية الكتل الحليفة إلى اللي هي الشيعية 100,000 صوت. أساني شلون أفسرها؟ شخص معارض أو مقاطع العملية السياسية مثل السيد مقتدى صدر يدفع الإطار تجاه دعم السيد محمد الشياع السوداني، هاي شلون؟ من خلال انتقاد السيد محمد الشياع على اعتبار انه هم حكومتهم يعني اذا شوف هم امام نظريه اذا انتقدوا محمد الشياع السوداني راح نقول لهم انه دولتكم ضعيفه، واذا مدحوا محمد الشياع السوداني من راح يحصل ثمار هذا المديح؟ محمد الشياع السوداني مو قيس الغزالي، مو نور المالكي، ولا تيار الحكمه، ولا اي ولا حتى بدر. فبالنتيجه أن هناك يعني سيناريو سياسي يكتب حاليا. أذكرك بقضية المجلس الأعلى ونور المالكي، الأصوات ذهبت عام 2006 إلى منه؟ إلى المجلس الأعلى. عام 2009 المجلس الأعلى حصل 10 مقاعد ماذا 12 مقعد في كل مجالس المحافظات، والمالكي وقتها فوز فوز كاسح، يعني مو فوز طبيعي، لا فوز كاسح، تقريبا أغلب الشيعة انتخبته نتيجة أنه توقفت التفجيرات أو انتهى وقت داء هاي تنظيم القاعدة وإلى آخره. هنا أنا الإطار أيضا متورط بهذه القضية أنه محمد الشياع السوداني نهم سياسيا، يعني الرجل يعني حسب المعلومة اللي وصلتني يدور ولاية رابعة. فهاي القضية تحتاج إلى أن يدفع باتجاهات أخرى. هنا فائدة المعارضة أنه أنت إذا ما قدرت تتواجه أنت قاعد تأخذني لتحليل لسيناريو يتم الحديث عنه في قادم الأيام أو عند الانتخابات القادمة أنه سيحدث تحالف وتقارب ما بين سيد محمد الشياع السوداني وسيد مقتدى الصدر. شوف أكو قضايا مهمة. سيد مقتدى الصدر دعم المالكي عام 2010 حتى لا يقدم تنازلات لأمريكا ولإيران بهذه، دعم العبادي لأن كانت هناك حرب، دعم الكاظمي لأن كان العراق منحدر اقتصاديا. وراح يدعم السوداني؟ مو هنا الموضوع. هذا خيار للسيد عن شعله. لا احنا بإطار التحليل. فالسيد مقتدى الصدر وراح يدعم السوداني؟ فالسيد مقتدى وراح يدعم السوداني؟ اسمح لي. زين. السيد مقتدى الصدر لا ينظر إلى الشخص. يعني ينظر إلى وضع البلد. وشفنا انه عنده بيان قبل 3 ايام من الانتخابات قال انه حافظوا على الامن والاستقرار. هذا الامن والاستقرار من يحكي به؟ يحكي به قيس الخزعلي، ويحكي به عمار، ويحكي به السوداني، ويحكي به ويعتبروه انجاز. فالسيد مقتدى الصدر يدعم قيس الخزعلي مثلا؟ لو يدعم العراق. قال لهم انه الانتخابات
تجري بما يريدوه، أنه لا تروحون ولا تمنعون ولا لكم علاقة بالانتخابات. فبالنهاية مقتضى الصدر هذا هو هي طريقته، أنه عند المصلحة العامة تتفوق على المصالح الشخصية أو المصالح داخل تيار صدر. وحتى عند مقولة قال لهم ابقوا فد 4 سنين بدون حكومة، يعني ايش راح تسوي؟ تجربوا يعني. قال اكو بعض أنه يعني كان لديهم اعتراض حول الانسحاب، قال لهم جربوا 3 سنين بدون حكومة شوفوا شنو اللي راح يصير بالنهاية. وعليه السيد مقتدى الصدر مثل ما قال الأستاذ حسان رسم مبادئ، مو بس مبادئ، ورسم سياسة حاليا يعني خلنا نعتبرها جنينية، ها يعني بعد سنة أو سنتين ممكن أنه تتطور وتولد وتنتج شكل سياسي مغاير يبعد كل الميليشياويين عن السلطة. هاي هاي حركة الأصبع وراها معلومة أنا أرجع أتحدث بيها، بما أنه نتحدث عن تنبؤ وتحليل لمشاريع سياسية قادمة، خلي أنتقل للسيد قاسم العبودي محلل بالشأن السياسي. سيد العبودي ضيف عزيز، مرحبا بك، حياكم الله. بما أنه جنابك محلل سياسي أيضا، شنو سر غياب معارضة قادرة على صنع بديل حقيقي، معارضة قادرة على صنع بديل موازي، معارضة قادرة على صنع خلي أقول مشروع على الأقل يكون مشروع سياسي واضح ما بمشاكل وغموض وغرف سياسية من هنا وهناك؟ تفضل سيد العبودي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى ضيفك الكريمين سيد إحسان وأستاذ عصام. حقيقة يعني مقدمة نهني الشعب العراقي ونبارك له فوزه وتأهله للأدوار العليا في مباراة كرة القدم وفوزه على اليابان 2-1، فألف مبروك الشعب العراقي وللجمهور العراقي على وجه الخصوص. سيدي الكريم، عن يعني المعارضة يجب أن تعرف أولا على أنها المعارضة التي تحاول أن تقوم بعمليات تقويمية من أجل الوصول إلى أرفع وأرقى مستوى بالديمقراطية في العالم. كل ديمقراطيات العالم اليوم فيها معارضة سياسية، وهذه المعارضة السياسية تقوم وتراقب عمل الحكومات والأحزاب السياسية حتى في بعض الأحيان يعني تكون رقيب عليها. أما أنه أنا مثلا على سبيل المثال أنه أنا أقعد بالبيت وأنا أراقب العملية السياسية وأكون أنا معارض سياسي، حقيقة هذه ما ترتقي إلى مسألة أنه ليش ما صرت معارضة لعد؟ ليش ما صرت معارضة في الانتخابات اللي مضت؟ إحنا منو عذراً إحنا منو؟ من الإطار؟ إطار التنسيقي؟ أي أولا طبعا مناسبة أنا لست متكلم عن إطار التنسيقي، أنا رجل متابع للشأن السياسي العراقي وعضو الرابطة الدولية للتحليل السياسي، فلست من الإطار، لكنه لدي وجهة نظرك. وجهة نظري القاصرة زين، وجهة نظرك ليش ما صار الإطار معارض في حينه؟ ما راح ثلث ضامن أو ثلث معطل وإلى آخره. سيدي الكريم، يعني نحن لسنا بعيدين عن حيثيات تشكيل الحكومة، يعني المبادرات التي أطلقت باتجاه المعارضة السياسية الصدرية على وجه الخصوص، يعني بس التيار الصدري الوحيد هو المعارض للعملية السياسية بالوقت الحاضر، وتحسب له أنه ترك 73 أو 71 مقعد، أنه أشجع كما تفضل ضيفك العزيز أستاذ حسان أنه أشجع حزب. حقيقة أنا برأيي القاصر هذا لا يندرج تحت عنوان الشجاعة. الشجاعة الحقيقية اليوم يفترض أنه تكون متصدر وفائز الانتخابات، فعليه هنالك واجب تعيين عليك أن تتصدر العمل السياسي وأن تنتشل العملية السياسية من أي انحدار لها باتجاه سالب. هذا أولا. طيب. ثانيا سيدي الكريم، يعني الإطار التنسيقي ألقى الكرة في ملعب الكتلة الفائزة اللي هي التيار الصدري في وقتها، وقال له نحن بالأعراف السياسية بالسبة السياسية ليس وفق الدستور، بالسبة السياسية المكون الأكبر في الشعب العراقي هم شيعة، هم من يشكل الحكومة، ونحن نبارك لكم التحالف الثلاثي معكم، لكن بشرط أن يكون هنالك عدد من المقاعد تؤخذ من الشيعة تضاف إلى مقاعدك حتى تكون أنت نصف زائد واحد. عندما يكون هنالك تمرير لقرار تكون أنت صاحب الرقم الأول في تمرير هذا القرار باعتبار أن الأخوة السنة والأخوة الكرد عندما الرجل ما رفض بوقتها، قال تعالوا باستثناء شخص أو شخصين في حين ما أصلا الرجل هذا اللي هو نور المالكي المقصود به أصلا هو ما كان في ضمن القائمة الأسماء التي من ممكن أن تضاف إلى قائمة التيار الصدري. طيب. يعني كان هناك الشيخ قيس الخزعلي قال نستبعد الشيخ الخزعلي باعتبار أنه منشق عن التيار الصدري ولا هناك أي توافقات بالرؤى. وقد بدر عندنا والمجلس الأعلى
يعني، وعندنا بعض المستقلين الشيعة ممن يحسبون على القوائم الشيعية، فكان عددهم إذا ما أضيف إلى مقاعد التيار الصديق أنه يصبح نصف زائد واحد، وقتها يكون فعلا هناك الكتلة الشيعية الأكبر تحت قبة البرلمان هي من تتحكم بالقرار السيادي. لكنه السيد رفض، قال أنا لا أشارك في عملية محاصصاتية. طيب أنا لما أوصل هذه المفصلية هذه النقطة بالذات أقول محاصصاتية، هو الشعب العراقي عبارة عن شيعة سنة أكراد وأقليات أخرى، ولكل من هذه الفئات من يمثله تحت قبة البرلمان، وكل واحد صاعد للبرلمان كان باسم الشيعة وكان باسم السنة أو الكرد يريد منجز إلى مكونه الذي أصعده لقبة البرلمان. طيب هذا راح يكون يعني السيد إحسان قبل شوية قال لك يعني كل القوى السياسية التي صعدت قبة البرلمان تحاول أن تأتي بمكتسبات إلى من صعد لقبة البرلمان. فإذا هنا صعد عدي وزارات راح تكون شيعية ووزارات سنية ووزارات كردية، هي هذه المحاصصة بعينها. أما أنه ننقلب على النظام الذي عملنا عليه من سنة 2004 إلى هذا اليوم بهذه السرعة، حقيقة يعني غير 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 منطقي في هذه المرحله بالذات، باعتبار انه لا زال العراق تحت الاحتلال، لا زال العراق يعاني من ارباكات اقتصاديه، لا زال العراق يعاني من ارباكات امنيه، كثير هي التداعيات في الساحه السياسيه العراقيه. فكان المفروض يعني رأب الصدع ما بين القوى السياسيه باكملها وان يذهبوا الجميع الى تشكيل حكومه بالتي رسمت في اول ليله. لكن اخذ تفسير مقنع نعم. ومختصر نعم. عن ما هو معنى إنه العراق لا يزال تحت الاحتلال؟ يعني هناك لديهم قوة ماسكة للأرض أمريكية. وين ماسكة؟ وهذه ماسكة في بغداد وفي شمال العراق وفي غرب العراق. قاعدة عين الأسد الأمريكية في غرب العراق، قاعدة حرير في شمال العراق، عين الأسد العراقية في بغداد. عين الأسد عراقية. العنوان الكبير واليافطة عراقية، لكنهم من يدير هذه القاعدة هي عبارة عن مهبط للطائرات الأمريكية التي لا يعلم العراق بها، تأتي من خارج العراق وتنزل في هذه القاعدة، والكل وهذا مشخص يعني ليس خافيا على أحد. العراق اليوم تحت الاحتلال، وهنالك مطالبات، هناك برلمان قاضي بإخراج القوات الأجنبية فضلا عن الأمريكية، لا زالت في المكاتب المغلقة وفي الغرف المغلقة في البرلمان. هذا القرار القاضي بإخراج القوات الأجنبية يفترض أن يفعل اليوم حتى يخرج المحتل وتذهب. أنا أريد منطق، أريد منطق مقنع. نعم. حكومة الإطار قام بترتيب هالمحتل. نعم. من يحتل العراق اليوم؟ نعم. ممكن عيد السؤال؟ أقول لك حكومة الإطار. نعم. حكومة الحالية. إيه. قام بتشكيلها وترتيب وضعها من يحتل العراق أي الأمريكان؟ لا. العدل شلون بلد محتل؟ الحكومة العراقية بلد محتل. نعم. الاحتلال إيده بكل مكان. الاحتلال الأمريكي قائم في كل مكان، وكما يغرد الأخوة في تويتر وفي غيره، السفيرة الأمريكية تتحكم في كل واردة وشاردة، هناك تدخلات واضحة مما يعطي انطباع أنه العراق بلد محتل. أنا برأيي أقول إحنا حتى نخرج بسلام لكل المكونات العراقية بشيعتها بسنتها بعرب بكردها، يفترض أن يخرج الاحتلال الأمريكي، ومن ثم نذهب إلى بناء عملية سياسية حقيقة بعيدة عن المسميات الميليشياوية والسلاح المنفلت ومن يحاول يعني المساس بهيئة الدولة. أنت أسحب السبب الرئيسي أو المسبب الرئيسي تلقائيا، تذهب الأسباب إلى غير رجعة. لكن أنه هنالك محتل والمحتل يتحكم، يعني قبل كم يوم موضوع الاحتلال مو صار شماعة، لا مو شماعة، مو صار ملف حتى بس تم حتى نحكي بيه الله يخليك. هذا مو صار ملف حتى نحكي حتى بس نتحدث بيه. يعني من قصفه أرجوك لطفا، يعني من قصفه أعطيك مجالك بالحديث، أعطيك مجالك بالحديث. نعم. سيد العبود العزيز، لكن أنا كإعلامي أريد أفتهم، هذا موضوع الاحتلال مو صار ملف، مو صار مادة إنه بس نريد نتحدث بيها اطلاقا. هذا واقع حال كل مشاكل العراق حاليا بسبب وجود المحتل. عندما يخرج المحتل الامريكي وتترك الساحه للسياسيين العراقيين، كل من يحمل السلاح فنعتبره خارج اطار الدوله. حلو. كل وين دور القصف، وين دور الاحتلال الامريكي اذا كان البلد محتل وممسوك مثل ما قلت بيد احتلال؟ وين دورهم من ايقاف النيران الايرانيه على الاقل مؤخرا اللي صارت في محافظات اقليم كردستان في اربيل تحديدا؟ القوات الامريكيه لن تقف القصف الايراني،
ولن تقف القصف الحوثي، ولن تستطيع إيقاف سلاح المقاومة الذي يطال المصالح الغربية والصهيونية. طيب. ولن نعم يعني لن تستطيع. أمريكا ليست البعبع الجبار الذي بيده كل شيء. نعم قوات محتلة نعم موجودة على أرض الواقع، ويخطئ كل من يقول أن العراق ليس محتلا، لكنه هذه الأسلحة التي بيد فصائل المقاومة سواء كانت بيد أطراف أخرى، إذا نريد أن نصفي الساحة السياسية والعسكرية والجغرافية العراقية من هذه الميليشيات أو هذه الأسلحة الخارجة بين هلالين عن سلطة الدولة، نذهب بالمسبب الرئيسي إلى خارج العراق. أطرد الأمريكان وأطرد القوات المتحالفة معه، واخرجوا ما يسمى بالتحالف الدولي. وقت ذاك إذا أطلقت رصاصة واحدة من ميليشيا من حزب، فإن السيد رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة اليد العليا في عملية استجلاب هذا الشخص للمحاكم ومحاسبته وفق القانون والدستور. أما أنه لدي محتل، والمحتل يضرب قادة الحشد الشعبي ويضرب فصائل الحشد الشعبي ويضرب تواجد قواتنا العسكرية في الشريط الحدودي، ونقول لا يجب أن نطلق عليه رصاصة واحدة، لأنه إذا أطلقت هذه الرصاصة سوف تكون هنالك اختراق لهيبة الدولة وسيادته، وهذه ميليشيات كما يحوي البعض تسميتها. حقيقة يعني الموضوع ليس بهذه الرؤية، الموضوع يجب أن يأخذ بعدا آخر، وهو أنه يكون هناك صفاء نية، يعني النوايا تصفى بداخل الأحزاب السياسية وتعمل على عمل برنامج سياسي ناضج يكون العراق همه الأول والأخير. يعني لهذه اللحظة تقدر تسمي لي من الأحزاب اللي تحتاج أنه تصفى نيتها؟ كل الأحزاب شيعية وسنية كردية، الأحزاب الشيعية تعمل نفسها، والأحزاب الكردية تعمل نفسها، والسنية كذلك، وحتى الأقليات تعمل نفسها. لم تنضج العملية السياسية. الأحزاب الشيعية هي شطرين. أنا تأخرت على السيد الشمري. نعم. لازم أكون منصف بتوسيع الوقت. نعم. أنطيك حقك من الوقت دكتور شمري. الأحزاب الشيعية هي شطرين بس، حزب إطار تنسيقي اللي هو اليوم الحزب الحاكم أحزاب سلطة، حزب تيار صدري اللي هو اليوم منعزل. نعم. الأحزاب السنية اليوم ملتهية بموضوع المرشح رئاسة مجلس النواب والخلافات اللي تدور في مالنا. الأحزاب الكردية اللي ملتهية بتدفع نيران إيران عن أراضيها. فمن الأحزاب اللي تحتاج اليوم على وصفك، خصوصا اليوم جوها خطين، من الأحزاب اللي اليوم تحتاج أنه تصفي نواياها؟ الأحزاب الشيعية صنفين، الأحزاب السنية صنفين أو ثلاث أصناف، والأحزاب الكردية أيضا صنفين أو ثلاث أصناف. كل هؤلاء يعني حزب الديمقراطي الكردستاني. طيب. وحزب جلال طلبان الاتحاد الوطني، ذولا يعني حي وبطنج، كذلك المكون السني وينعكس على ذلك بالتالي على المكون الشيعي. فأقول طيب. جميع الأحزاب بسلبياتها بإيجابياتها بحاجة إلى أنضاج تجربة وطنية تلامس الهم الوطني العراقي. لهذه اللحظة لم نصل إلى أن يكون هناك حزب أو عملية سياسية تلامس الاحتياج الوطني. نقطة رأس سطر. خلي أرجع للسيد الشمري. سيد الشمري كنت تتحدث عن هو موضوع حلقتنا اليوم مفهوم المعارضة، وجنابك تطرقت لمعارضة ما قبل 2003 وما بعد 2003، أخذتني في حديثك ولدت عندي صورة لسؤال معين، ألا وهو المعارضة ما قبل 2003 دكتور الشمري. معارضة ما قبل 2003 أثبتت اليوم على أنها كانت معارضة وطنية بإمساكها لزمام الأمور ووصولها إلى خطوط السلطة، أثبتت على أنها كانت معارضة أم العكس؟ كيف يفسر هذا سياسيا؟ تفضل. يعني هو في معيار العمل الدولتي أنا أتصور أخفقت هذه القوى التي جاءت ما بعد عام 2003 بشكل كبير جدا. يعني طبيعة الطروحات التي تبنتها الأحزاب المعارضة ما قبل عام 2003 يعني كانت تنبئ على أقل تقدير بأن الديمقراطية ستكون في أعلى مستوياتها، سيكون هناك مساحة للعدالة الاجتماعية، ستكون هناك يعني دولة ضامنة لمؤسساتها، لكن كل هذا لم يتحقق. وبالتالي يعني خصوصا خلال الأربع سنوات الأخيرة يعني بدأ جدل سياسي، هو أن هذه القوى التي أمسكت السلطة ما بعد عام 2003 تبين أنها لم يكن أغلبها طبعا لم يكن يمتلك أيديولوجية سياسية لإدارة دولة ديمقراطية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد
كان واحدة من المؤشرات. طبعا مع استمرار امساكهم بالسلطة تحولوا إلى أحزاب سلطوية أكثر ما هم أحزاب ديمقراطية يتبنون مثلا رفع الهوية الوطنية، المصلحة العليا للبلاد. هناك إلى الآن يعني ما بعد 20 عام حديث عن هويات ثانوية، يعني من المؤسف أن نتحدث عن شيعة وسنة، حقوق مكونات أيضا الكرد. فبالتالي بعد 20 سنة من التجربة مع هذه الأحزاب التي كانت تسمى معارضة وطرحت آنذاك عراق جديد، لم يتغير شيء. على العكس، يعني أنا أعتقد هذه الأحزاب نقلت عقد في داخل الدولة العراقية بعد عام 2003. يعني ولهذا شنو هذا فيروس العقد اللي نقلت إلى داخل الدولة العراقية وليش؟ العقدة هو الخوف من الآخر، يعني خوف من الآخر ليس على أساس حقيقي بقدر ما هو الخوف من الآخر بما يمكن أن يدفع بمزيد من المكاسب. هذا من جانب. الخوف من الآخر استطاعت هذه الأحزاب أن تحتكر مؤسسات الدولة، لأن لا بد أن تقسم على أساس العدد المكونات وليس على أساس الأداء وليس على أساس الآلية الديمقراطية. ولذلك تجد أن قوى خاسرة يعني بالانتخابات تتصدر القرار بحجة الأغلبية المكوناتية. ماكو هيك بالديمقراطية. إيش هذا صدق بالمناسبة قلنا نسمعها هواية مؤخرا من ضمن المفاهيم، بما أنه نتحدث عن المفاهيم من ضمنها المعارضة، قمنا نسمع أنه الخاسر فائز في الانتخابات. هاي شلون يعني؟ هاي المعادلة مقلوبة، على أي أساس الخاسر فائز والفائز خاسر؟ صارت حتى بانتخابات المجالس المحلية، إذا شفت محافظات البصرة، الكوت، الكربلاء، الفائز خاسر. غريبة هاي. هي ليست غريبة، هذا نهج يعني أحزاب تحاول الإمساك بالسلطة. ولو كانت قد اقتنعت يعني على بنتائج الانتخابات لما مضت بموضوعة تغيير المعادلة بشكل كبير جدا، يعني سواء على مستوى انتخابات العام 2021 لو كان هناك إيمان بالآليات الديمقراطية ترك للتيار الصدري وللتحالف الثلاثي أن يشكل الحكومة، وإذا فشل تيار الصدري على اعتبار أنه فائز، فبالتالي تبدأ العملية آلية ديمقراطية. حتى بالانتخابات الأخيرة، انتخابات مجالس المحافظات، الأمر يعني مرتبط بقضية الإمساك بالسلطة، يعني سواء السلطة الاتحادية أو السلطة المحلية بأي طريقة كانت. ولذلك الآن كان عندي حديث مع أحد المحافظين الفائزين يعني منذ اللحظة الأولى، وهو يمثل يعني أداء مختلفا، أشارت إلى أنه القوى المنافسة له في المحافظة سوف تتخذ كثير من الأساليب، منها تهديد الفائزين ضمن قائمته، شراء الأصوات، وإذا تطلب الأمر هو عملية تهديد. تتحدث عن أسعد العيدان؟ عن أسعد؟ لا لا، مو عن أسعد العيدان أبدا، يعني ما عندي تواصل مع الرجل، بس على كل حال. على كل حال، فأنت شوف يعني الأمر من يوصل إلى قضية تهديد لحياة مثلا، تتخذ بعض الأساليب، يعني قد تتخذ يعني بعض هذه الأساليب. وأيضا ما جرى في 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 آب أغسطس يعني من العام 22، يعني الكل شاهد يعني عملية اقتتال، وإلا هي تستحق يعني أنه هاي أن يراق دم مثلا 63 مواطن، يعني هل تستحق يعني السلطة أن يراق من أجلها الدم يعني 63 مواطن أبرياء راحوا؟ وزارات وسلطة وتهوات وأرتال وقصور و 150 مليار السيد عصام حسين يقول. إذن القضية هي مو قضية بناء دولة، قضية العبرة بالخواتيم. أنا ما أريد أتبنى رأي القوي يكون حاكم. أنت يا أما تعلن نفسك أنت تبحث عن إمساك بالسلطة، أو أن
تقول بأنني أؤمن بالآليات الديمقراطية، أما أن تتخذ أساليب خارج الأطر الديمقراطية فهذا هو التراجع. هنا ولدت شنو عندنا؟ ولدت بدت عندنا معارضة متطرفة، يعني معارضة متطرفة، وهي المعارضة المتطرفة ما عادت فقط بالداخل العراقي، الآن أكو نشاط كبير جدا للمعارضة في خارج العراق. طبعا مو هدفها إسقاط النظام مثل ما يتصورون ويشيعون أحزاب السلطة، لا أبدا، على العكس، جل هدف هذه المعارضة الداخلية والخارجية هو استعادة الدولة واستعادة الديمقراطية، هكذا هم يقولون، واستعادة الديمقراطية وأيضا استعادة مؤسسات الدولة، وأن لا تنحرف، يعني أن لا ينحرف النظام. فبالتالي أنت أمام مشهد يعني يدفع المعارضة لأن تتطرف في طروحاتها. أستاذ، حديثك عن مفهوم المعارضة أخذنا يعني تطرقت بحديثك عن الأداء دكتور الشمري، ما الذي يجعل الأداء الحزبوي بهذا الشكل مثل ما وصفت جنابك؟ القتل من أجل الوصول إلى السلطة، التشتت، الفوضى، غرس العقد داخل الدولة، ما الذي يجعل الأحزاب، لا أستثني حزب معين، ما الذي يجعل أحزاب عراق سياسي اليوم بهذا الشكل من الأداء؟ ضغط من الخارج، لعنة، شنو السبب؟ لا، هو أولا حب السلطة وأيضا النفوذ والمال بسبب ثاني، عدم امتلاك مشروع سياسي والإيمان بالآليات الديمقراطية. والأمر الثالث في بعض المفاصل، يعني كمراقب أنا أتصور أنه كان عملية الوصول إلى السلطة هي بدفع خارجي، يعني أن تستمر جهات معينة أن تمسك في مساحة معينة لأهداف أنا أعتقد تتماهى إلى حد كبير مع الرؤية الخارجية، وإلا تجد يعني حضرتك أنه في كثير من الشخصيات، شنو هاي الرؤية الخارجية، شرقية غربية؟ بغض النظر عن شرقية غربية، تشوف أكو الآن ناس يعني زعماء أحزاب يروح يناقشون ويا دول نتائج انتخابات المجالس المحلية، طبعا شنو هالفوضى هاي؟ لا حقيقة، يعني أنا ردفتهم، يعني من يعني انت تتوقعها الناس ممكن نؤمن بمشروعها على انتخابات مجالس محافظات تروح تناقش الموضوع مع اطراف خارجيه؟ على ذكرك للناس، تقول الناس تؤمن بمشروعها، الناس او المجتمع او الشعب، اوكي هو مقسم، لا يعني شنو هو مقسم، لكن اللي اريد اسال عنه، هذا التقسيم ايش يعتبر؟ جهه مواليه، اوكي ما نختلف، جهه مؤيده لجهه، انا احكي كرديا سنيا شيعيا، واكو جهه معارضه للكل، ما نختلف، جهه الأغلبية. معارضه للاغلبيه، هذا هل بالفعل هم اغلبيه؟ انا من اجي اليوم احسب بلغه الارقام، ما اشوف المعارضين من قبل الشعب هم الاغلبيه. لا، بلغه الارقام الرافضين لاداء القوى السياسيه هو الاغلب، اترك انه قضيه عدم نزولهم الى الشارع. موج الرفض اللي حدث في عام 2019 انا اعتقد كانت صفعه على وجه هذه الاحزاب التقليديه، صفعه كبيره جدا اشترك بها الجميع، يعني ومن كل المكونات ومن كل الفئات يعني داخل المجتمع العراقي. الان روح انزل بالشارع قل له سين صاد، يعني لا تتحدث لي عن جمهور حزبي، هذا الجمهور الحزبي ضيق يعني، والانتخابات الأخيرة أثبتت يعني انحسار الجمهور الحزبي قياسا بالقوى الرافضة. عندك انتخابات محلية ما حد اشترك بيها، هذا رفض، يعني حتى النخبة هي غير المفروض تتصدر المشهد، ما اشتركت، الناس البسطاء ما عاد عندها إيمان بهذه القوى والأحزاب السياسية. فلذلك إلى الآن ووفق الأداء السياسي أنا أعتقد أن الأغلبية هي رافضة لهذه الطبقة السياسية. توجه للسيد عصام حسين، قلت لك أرجع لك بملف تحدثت به، قلت أنه يعني حسب وصفك عبرت أنه
المشروع الصدري أو ما شابه هيك ذكرت القادم سيبعد حسب وصفك أيضا الميليشيات وإلى آخره، شنو من الذي سيبعد، ما هذا المشروع، على شنو استندت بهذه الرؤية بهذا التحليل؟ تفضل سيد عصام حسين. هي نتيجة طبيعية سياسية، يعني ممكن أنه أنت من تدخل، أنت تدخل على أرقام، شوف الانتخابات الأخيرة مثلا، مجموعة أرقام، مجموعة مقاعد ممكن أنه أنت تبني عليها أسس في المرحلة المقبلة، أنه مثلا الجهات الميليشياوية حصلت أدنى المستويات من أصوات الناس، هذه الأدنى المستويات هل هي كانت بقناعة؟ لا، كانت ما بين على الأغلب ترغيب. كيف ترغيب؟ مثلا سعر البطاقة 50-75 ألف، ماستر كارد الرعاية الاجتماعية، أضف إلى ذلك التوظيف، الوعود بالتوظيف، أضف إلى كثرة المرشحين، يعني المرشحين كانوا خصوصا أحزاب الإطار 1546 مرشح، يعني إذا كل مرشح يجيب 1000 صوت فهي 1,600,000. أيضا الاعتماد على العامل العشائري وغيرها. هنا أنا شنو اللي راح يصير؟ أحولك إلى مثلا قبل 2006، راح تلقى 6 مليون شيء انتخب، وإلى أن بدأت بالتناقص، الآن وصلت 1,600,000 وما مؤمنين بمشروع سياسي من الممكن أن ينقذ، إنما مؤمنين بمشروع عاني من خلال التوظيف والراتب الرعاية وال50-100 ألف اللي تمنح للناخب ينتخب شخصية نوعا ما. ليش احنا نفكر بهذا؟ شوف أنا ضد جملة وتفصيلا، لكن ترى هي صارت آلية ديمقراطية انتخابية دعائية ما قبل الانتخابات عالمية. احنا ما شفنا ترامب يوزع قبل فترة بيتزا؟ يا عزيزي أنا وزع بيتزا قبل الانتخابات. أتكلم عن مشاريع، أتكلم أنه من الممكن لاحقا أنه هذه الجماهير التي شو يعني كل إنسان تمنح له أموال ممكن يقبلها لكن يحتقر اللي منحها له، أو يكرها، أو يشدوا يا العداء. ليش؟ يمكن أن منحها له بطريقة أهانت كرامته. فبالنهاية هو إنسان صح محتاج الأموال، لكن يأخذها باعتبارها بعدم، يعني أخذها بدون كرامة، أنه منح صوته في مقابل مال. هذا أيضا مؤثرة على ناخبيهم بالأساس. أنا أتكلم عن مشروع أكثر من 82% لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. هذا شنو يعني؟ أنه هؤلاء ليس لديهم الفكرة بأن هذه الأحزاب من الممكن أن تحسن الوضع الاقتصادي أو الوضع لدخلهم الشهري، لدخلهم الشهري. ما بعد الانتخابات تحققت نبوءة هؤلاء. هسه مو أنا أحكي ولا أستاذ إحسان، أنه عدم قبولهم بنتائج الانتخابات، اللي قاطعوا انتخابات، اللي قاطعوا واللي ما راحوا، يعني تحققت نبوءتهم. هم شو يقولون؟ يقول لك الموضوع منتهي، هم متفقين. هاي بالنهاية قناعة مترسخة. المفروض من الجماعة اللي تباكوا على المكون يقول لك لا، أسعد العيدان ابن المكون، ما ممكن 300,000 شيعي انتخبه، المياح ابن المكون وكذلك الخطابي ابن المكون. إذن عليهم أن يفسرون نوع المكون الشيعي اللي هم يريدوا، نوع إفلاطوني، لو نوع صدري، لو نوع إطاري، شنو النوع؟ يطون الشروط ويكتبون 4 أسطر 5 حتى الجماهير تفتهم أنه هذا النوع هو من ضمن المكون وذاك النوع من يعني خارج عن المكون. وعليه أنه الجماهير بدأت حتى هذه الشعارات اللي سابقا أعتقد في عام 2006 أنه أحد الأشخاص تجاوز على السيد السيستاني، ثاني يوم أنا واقف بمنطقتي صارت زيارة أربعينية للانتخابات، حتى تفاجأوا، حتى هم نفسهم الائتلاف الموحد تفاجأ، والأخوة السنة قالوا تزوير، لكن هي مو تزوير، الناس كلها طلعت. ليش؟ كانت مؤمنة بالمبدأ أنه المكون الشيعي يجب أن يأخذ حقه السياسي وأن لا يتعرض للاضطهاد وأن لا تعود تجربة صدام. حاليا وصلت أفكار المكون الشيعي أنه هذا النظام يتطابق مع النظام السابق بهذه الصورة. ليش؟ لأن هذا النظام أعطى تجارب. 2019 قتلوا شباب شيعة، قضية عاشوراء أيضا قتلوا شباب شيعة. إذن هذا النظام لديه الاستعداد أن يرفع البندقية، هذه قناعة، لديه استعداد أن يسرق، لديه الاستعداد أن يتلاعب بأفكار الناس وحتى يعني يتلاعب بأفكارهم. فالقضية مو قضية انه احنا
كمعارضة أو غير راضين. نحن راضين بطرا أبدا. بس هذا النظام اللي تتحدث عنه، تيار الصدر مو كان جزء من 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 هذا النظام، جزء كان مشارك داعم بالعملية السياسية؟ طبعاً لازم تدعم بالنهاية. أنه أنت سيد مقتدى الصدر يعني بين أنه الرجل يعني 73 مقعد كان ممكن كثير من الأوراق السياسية يلعبها. محكمة الاتحادية صدرت ثلثين يذهب إلى تغيير قانون المحكمة الاتحادية. مثل ما أنت تلعب وياي بمحكمة الاتحادية أنا ألعب وياك بالمحكمة الاتحادية. مثلا مجلس القضاء الأعلى ضغط باتجاه أنه يتحول الموضوع إلى 220، أنا أيضا أذهب لتغيير مثلا شروط قوانين مجلس القضاء الأعلى. اسمح لي ثلاثة أنه أنا بالنسبة لي منه الكاظمي أوكي، أنه أنا بالنسبة لي أيضا أقدر أنه أحقق له أموال حتى يعمل به. بالنهاية كانت كثير من الأوراق موجودة داخل البرلمان، أكثرية نصف زائد واحد، لكن سيد مقتدى الصدر لا يتلاعب بالنظام. يعني سيد مقتدى الصدر هم يقولون مقتدى الصدر ضد التشيع، لكن هم وين راحوا؟ جعلوا الشيعة أقلية من خلال 220. حاليا 109 سني كردي يقدر يحقق 109 ميداني، خلاص مشروع الشيعي راح بعد، لا تفكر به. فالقضية هم اللي أساءوا للمكون، وهم اللي أساءوا للأكثرية، وأساءوا للمقاومة، وأساءوا للعلاقات العراقية المقاوماتية الأمريكية. سابقا كان أكو مبادئ أنه أنت ما تتكلم مع أمريكي، حاليا يضربون بالليل ويقعدون الصبح يرسلون السيد عمار، وسيد عمار يروح للشيخ قيس ويقول له أن السفيرة ايش قالت وهذا ايش قال وإلى آخره. يعني بالنهاية مو هذا العمل السياسي، مو عمل سياسي، مبادئ. أنا أحكي عن مقاومة، أمريكان يقتلون، امريكان مستعدين يقتلون. بالنهايه هي مو سياسه فن الممكن. احنا بالنسبه لنا بنتكلم عن مقاومه مبادئ، غير المقاومه انه هذا محتل افرض عليه شروطي، مو المحتل يفرض شروطه انه لا تضرب مثلا عين الاسد حتى ما استهدف قيادات بالمقاومه. هذا هاي على اي اساس؟ على اي اساس تتم هيك صفقه مثلا؟ خلي هذا ملف مهم اتوجه به لسيد العبودي. المقاومه اللي تمسك بالسلطه سيد العبودي، لازم تقاوم لو ما تقاوم، هاي هواي يبحث عنها، هواي يبحثون عن إجابة لهذه التفصيلة. يعني لهذه اللحظة حقيقة يعني المقاومة الإسلامية تعمل بمعزل عن السلطة، يعني السلطة ليس من وارد اهتمامها بالمقاومة العراقية. لكنه أنا أقول للأخ عصام، يعني إحنا لما ننظر للعملية السياسية يفترض أن ننظر لها بعينين مفتوحتين مبتكعين، ليس بعين واحدة. شلون يعني؟ يعني هو يتهم أحزاب السلطة لديها ميليشيا. التيار الصدري كان جزء من العمليه السياسيه ولا زال. بمناسبه هنالك كثير من المدراء العامين، كثير من حميد الغزي، انا من عام جزء 13 بقيت 13 كلهم طلعتهم، ما بقيت واحد. احنا ما بدنا اخر وجبه ذولا ال 13 9 تطلعون منهم تبقون ثلاثه. ماذا اخذ مساحه؟ الله وكيل محمد، اسمح لي عزيزي، اسمح لي عزيزي، لا لازم تكون دقيق، اسمح لي عزيزي ارجوك دقيق. يعني اسمح لي، انت عندك ميليشيا، وميليشيا ماسكه الارض في منطقه سامراء، وترفض أن تتواجه مع الجانب الأمريكي باعتبار الأمريكان اليوم قوة صديقة لديكم، كانوا أعداءكم بالأمس واليوم. العمر هابين يا عزيزي. لا حبيبي ما في شيء، المقاومة العراقية، المقاومة العراقية تيار الصدري إذا يطلع شيء لساعة الأمريكان ثاني يوم توقف استهداف المحتل الأمريكي بالجغرافيا العراقية. معرفتك التشكل وما يجعل الأرض شكل نرجع آخر. للتاريخ السابق يا أخي، التاريخ السابق كان مع المحتل، التاريخ الحالي مع المحتل. أنا ما قاطعتك، ليش تأخذ مساحتي؟ أنت جاي بالنسبة لك هذه الديمقراطية سيد عصام. أنا أقول لك أنه أنت تاريخيا كنتوا مع المحتل، سيد مع المحتل. أنتم تاريخيا نعم كنتوا مع المحتل بعد 2003. خلي سيد فتلي اثبت لجوء الأيام كان مع المحتل. سيد عصام أرجوك، من الأخ الصدام؟ من الأخ الصدام؟ من الأخ الصدام؟ سيد عصام حسين، كثير من الدول العراقية والعالم تقول لي ذول أحزاب ميليشياوية. هذا تاريخ أخير. أنا أفضل ويناقش الحلقة، يعني ناقش بروية. كان ضيفا عزيزا سيد قاسم العبودي محلل بشأن السياسة، شكرا جزيلا لك. ضيفا عزيزا آخر أيضا سيد عصام حسين محلل سياسي، أيضا شكرا جزيلا لك. مسك الختام، مسك الضيوف، الدكتور حسان الشمر محلل سياسي ضيف عزيز سيد، شكرا لكم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة. السلام عليكم.